وللوقوف أكثر على إعلان الحكومة اللبنانية بعد أطول مفاوضات لتشكيل حكومة لبنانية خلال السنوات الأخيرة والتحديات التي تنتظر الرئيس ميقاتي، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس منظمة لايف الحقوقية نبيل الحلبي. أهلا بك سيد نبيل. يعني بعد مخاض طويل، الحكومة اللبنانية الوليدة ترى النور. ما الأسباب التي سهلت ولادة هذه الحكومة بعدما وصفه المراقبون بالتعنت غير المبرر من الرئيس عون؟ تفضل. مساء الخير اولا. يعني طبعا هناك، يعني لا يخفى على احد بان هناك تفاهم فرنسي ايراني على تاديب الحكومه بشكل مستعجل في لبنان. نتج عن ذلك صفقات تجاريه لفرنسا في العراق وفي ايران، يعني ابرزها يعني صفقه شركه توتال مع الحكومه العراقيه. نعم. هذا من ناحية، يمكن هناك ضغط من الرئيس الفرنسي ماكرون باتجاه الحكومة اللبنانية وتهديد بتطبيق عقوبات على المعرقلين الأساسيين في تشكيل هذه الحكومة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هناك بعض يعني المساعي من بعض الحكومات العربية ومن المنظومة السياسية في لبنان بتعويم النظام السوري مجددا، و يعني مرتبطة باستجرار الطاقة من مصر وإسرائيل عبر سوريا باتجاه لبنان، وما يشكل ذلك من تعويم للنظام السوري اقتصاديا وسياسيا، ويعني احداث فرق في جدار العقوبات الدولية ضد نظام بشار الأسد مع الأسف. لذلك يعني هناك مساعي إقليمية ايضا يعني سهلت تشكيل هذه الحكومة بتناقضها مع المصالح العربية مع الأسف، يعني لأنه نحن نعلم بأن هذه الحكومة هي أولا وأخيرا حكومة يسيطر عليها حزب الله ومن خلفه إيران بالدرجة الأولى. فلذلك عملية التسهيل الإقليمية، أو خلينا نقول بعض الحكومات العربية من أجل إحداث خرق وإعادة تعويم نظام بشار الأسد، ليس بالضرورة في نهاية المطاف أن يكون في المصلحة لبنان وفي المصلحة العربية، ولكنه في نهاية المطاف سيكون في مصلحة إيران وإيران فقط. نعم سيد نبيل، يعني لأول مرة وكما تعلم منذ سنوات الحكومة الجديدة من غير ثلث معطل، إلى أي مدى ترى أن ذلك سيسهل عمل حكومة ميقاتي؟ هذا غير صحيح، يعني هناك ثلث معطل. نعم. هناك الوزراء محسوبون على ميشيل عون، وهذا الأمر لا يخفى على أحد. نحن يعني سمعنا بالأسماء اليوم، ونحن نعلم لبنان بلد صغير والجميع يعلم من هؤلاء الوزراء وما هي خلفيتهم السياسية. نعم. معظمهم هم يتبعون لصهر ميشيل عون جبران باسيل، وهذه الحكومة هي تهيئة لانتخابات النيابية يعني هذا العام أو العام المقبل عفوا، من أجل إعادة إنتاج المنظومة نفسها، ومن أجل يعني أيضا المساعدة في تسهيل عبور جبران باسيل باتجاه الرئاسة الأولى. نعم. خلفا لميشيل عون. هذا الأمر يعني موضوع الثلث معطل لم يستطع نجيب ميقاتي تجاوزه، ولكنه يعني قال بأن لا يوجد ثلث معطل، يعني ويكذب على اللبنانيين. نعم نعم. هذه الحكومة ثلث معطل ويزيد، وهذه الحكومة بمجملها هي حكومة تابعة للنظام السوري وتابعة لحزب الله، ومهمتها الأساسية إعادة تعويم النظام السوري اقتصاديا. نعم. عبر رئاسته في لبنان، وعبر كما قلت يعني ترميم المنشآت في سوريا من خلال المفاوضات مع البنك الدولي لتقديم المنح اللازمة لسوريا، وهذا يعني خرق فاضح للعقوبات الدولية. نعم. ضد نظام بشار الأسد. نعم. طيب سيد نبيل، انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. نعم سيد نبيل، يعني تحديات كبيرة كما تعلم تنتظر ميقاتي، هل ترى أن التشكيلة الجديدة متناغمة بما يكفي مثلا للعبور بلبنان الأزمة الراهنة؟ بالطبع لا، يعني لا يوجد في لبنان وفي الخزينة العامة أي فلس لمساعدة اللبنانيين. ما جرى اليوم هو عمل مافيوي، يعني عملية تخفيض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، هذا عملية مصطنعة من أجل دفع اللبنانيين لبيع ما بحوزتهم من دولارات، يعني قام المغتربون في هذا الصيف بضخها إلى لبنان،
وهذا الأمر يعني ينذر بعواقب وخيمة في القريب العاجل. نعم. ولكن المنظومة السياسية التي هي تسببت في الإفلاس العام في لبنان تريد يعني الاستحواذ على هذه الدولارات ومسمى تمويل البطاقة التموينية واستثمارها في العوز لعوز الناس قبيل الانتخابات النيابية لإعادة إنتاج نفسها من جديد. نعم. إلى السؤال الأخير الآن سيد نبيل، يعني ما الدور المنتظر من الدول الداعمة تاريخيا للبنان لإنجاح حكومة ميقاتي، وهل ترى أن لديها الحماسة الكافية لتفعيل دورها؟ تفضل. بالدرجة الأولى يعني المملكة العربية السعودية وهي في أعلى زمام الجهات المانحة للبنان، نعم، لا تنظر إلى هذه الحكومة كنظرة بأنها حكومة إنقاذ حقيقية ووطنية وسيادية، بل هي تنظر إليها كحكومة كسابقتها عمل للنظام الإيراني والنظام السوري. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك اختلاف وجهات النظر الدولية بين مثلا الولايات المتحدة الأمريكية وبين الأوروبيين. الأوروبيون يعني ينظرون بقلق بتنامي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان خوفا من موجة لجوء ونزوح جديدة باتجاه القارة الأوروبية، ولكن الأمريكيون لا يهمهم هذا الأمر، فهم بعيدون جدا ولديهم نظرة ليست فقط اتجاه لبنان واتجاه المنطقة تختلف جدا عن الأوروبيين. شكرا جزيلا لك رئيس منظمة لايف الحقوقية نبيل الحلبي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.